خلال الساعات اللي فاتت قضية جديدة بدأت تخرج للسطح، هي قضية مهندس مصري عايش في السعودية تم اتهامه قبل شهور في قضية ملفقة، هي قضية الاتجار وتهريب بعض الأقراص المخدرة. هو المهندس علي أبو القاسم، علي أبو القاسم واللي موجود في السعودية بقاله سنوات، تم اتهامه قبل شهور زي ما قلنا في تهريب أقراص مخدرة. بعد التحريات وبعد البحث في الموضوع، الحكومة المصرية كمان أعلنت قبل ذلك أنها قبضت على من قام بتوزيع هذه المخدرات وأن هذا الرجل أو المهندس علي أبو القاسم بريء. خلال الساعات اللي فاتت مع إعلان علي أبو القاسم على أن القضية بتاعته تم التأكيد عليها أو تم التأكيد فيها بحكم الإعدام، فيديو نشره علي وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديو أيضا نشرته مراته في استغاثة واضحة بالمسؤولين هاشتاج أنقذوا المهندس علي أبو القاسم تصدر الترند في مصر. بري بتقول رغم القبض على الجناه ووجود أوراق رسمية تفيد براءته، السعودية تعتزم تنفيذ الإعدام بحق المهندس المصري علي أبو القاسم الذي تم توريطه في قضية تهريب مخدرات. أين الخارجية اللي بتدافع عن المواطن المصري؟ هو احنا مش بقى لنا ثمن قوي كده داخل وخارج مصر؟ محمد بن عوب بيقول في واحد مصري هيتعدم في السعودية ظلم برغم ظهور براءته في مصر، لكن السعودية ما جالهاش إثبات البراءة والورق مش واصل لها من مصر. قضية مخدرات واخد براءة في مصر من سنة والإعدام كمان 20 يوم بس، عنده بيت وأطفال. أما محمود رفعت كمان بيقول هناك مهندس مصري ينتظر تنفيذ الإعدام في السعودية بقضية جلب مخدرات ثبت أثناء سير المحاكمة براءته وأنه تم توريطه عن طريق إرسال أحد المعدات الهندسية باسمه والتي تم وضع الأقراص المخدرة بها، وثبت عدم علمه بعد القبض على الجناه في مصر. صمت حكومة مصر جريمة، أنقذوا المهندس علي أبو القاسم. حملة باطل أيضا تفاعلت مع الموضوع وقالت علي أبو القاسم مهندس مصري محكوم عليه بالإعدام في السعودية في قضية تهريب شحنة مخدرات بالرغم من القبض على الجناه الحقيقيين واعترافهم، لكن السلطات السعودية لم تأخذ بها لتصدر حكما بالإعدام على أبو القاسم. وده صورة تم تداولها أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي من صدر جريدة أخبار اليوم المصرية في خبر قبل شهور يفيد القبض على الجناه الحقيقيين في قضية المهندس علي أبو القاسم. الخبر بيقول كمين الفجر على طريق الإسماعيلية يوقف إعدام مصري بالسعودية، تم القبض على مجموعة من المهربين واعترفوا إن هم أرسلوا شحنة مخدرة إلى السعودية عن طريق أحد المعدات باسم المهندس علي أبو القاسم دون علمه. أيضا من التفاعلات زهرة بتقول لأنه إنسان بسيط مش ممثل ولا ابن حد من المشاهير أو حد من الأثرياء، الحكومة ما تحركتش عشان تنقذه وهو بريء، وإزاي حكومة مصر تنقذ بريء وهي بتعدم الأبرياء؟ علي بريء ومش عارفة أناشد مين ينقذه، وحده الله عز وجل نرجوه أن ينقذه فلا ملجأ من الله إلا إليه. أمل كمان بتقول في واحد مصري هيتعدم في السعودية ظلم برغم ظهور براءته في مصر، لكن السعودية ما جالهاش إثبات البراءة والورق مش واصل لها. قضية مخدرات واخد براءة في مصر من 20 سنة والإعدام كمان 20 يوم بس وعنده بيت وأطفال، بتقول فعلوا الهاشتاج. وما زال حتى الآن هاشتاج أنقذوا المهندس علي أبو القاسم يتصدر الترند في مصر، فيما تداول بعض النشطاء صور لعلي مع زوجته وكذلك صور لعلي مع والدته ومناشدات كثيرة للحكومة المصرية والحكومة السعودية بتنفيذ أو تطبيق تحريات الأمن المصري وإثبات براءة علي أبو القاسم واللي تم إثباتها عن طريق القبض على الجناه الحقيقيين. شباب، هو فيديو علي أبو القاسم موجود؟ فيما تم نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، البداية مع فيديو زوجة علي أبو القاسم واللي نشرت استغاثة على صفحتها على فيسبوك خلال الساعات اللي فاتت، بتقول للشعب المصري أنها تلقت هاتف تليفون من الخارجية المصرية تخبرها أنه تم تأكيد حكم الإعدام على زوجها. نتابع.
وزاره الخارجيه اتصلت بيا دلوقتي وقالت لي تايه في حكم الاعدام. هتبص ايدك يا سياده الرئيس عايز يقابلك. انا عايز الصحافه كلها والاعلام والمصري كلهم يقفوا جنبي. كنت تايه في حكم الاعدام وبراته كلها مصر مبرقاه. دلوقتي جه الجواب لوزاره الخارجيه اتصلوا بيا وقالوا لي تعالي بسرعه قدمي استراحه من الملك لان ايده في حكم الاعدام في المحكمه العليا. ده بس اليك يا سياده الرئيس انا عايز اقابلك. انا رحت لك امبارح قصر الاتحاديه جوزي بريء. دي استغاثة زوجة المهندس علي أبو القاسم واللي بتقول إنها راحت لعبد الفتاح سيسي قصر الاتحادية، لكن مع الأسف قصر الاتحادية ممنوع يخشوا المواطنين العاديين، بيخشوا تجار المخدرات وتجار البودرة والفنانين والفنانات والإعلاميين والناس اللي واقفة مع عبد الفتاح سيسي وبتطبل له. أما مواطن مصري مظلوم موجود في السعودية ممكن يتعدم في أي وقت. الحكومة المصرية مش هتتحرك، الحكومة المصرية مش هتدافع عنه، الحكومة المصرية مش هتقف في وش ولي نعمتها، مش هتقف في وش الكفيل اللي بيبعت لها الفلوس، مش هتقف في وش محمد بن سلمان، على الرغم من ان الراجل نفسه والحكومة المصرية نفسها والنيابة المصرية نفسها والقضاء المصري برأوا الراجل ده وقالوا ان الراجل بريء. خلينا كده نشوف علي. انا اسمي علي قصير مصري الجنسية وعمل مهندس مدني بالسعودية منذ عام 2007، مسجون بسجنة أبوك العام، قد تم الحكم علي بالقتل تعزيرا يعني بالمصري كده بالإعدام، تقديم السلطات المصرية دليل البراءة لهم ولم يؤخذ بها، وقد تم تجاهل تفيات النتيجة من فترة بثبات الحكم إن هو تأييد الحكم إن هو. إذن أنقذوا علي أبو القاسم، هاشتاج يتصدر الترند في مصر، وحملة مصرية للمطالبة بالإفراج عن علي أبو القاسم مع وجود دلائل براءته، مع وجود أخبار في الصحف المصرية، مع وجود حكم قضاء، مع وجود تحريات نيابة تفيد براءة هذا الرجل، إلا أن النيابة السعودية والمحكمة السعودية رفضت الأخذ بما تمليه أو بما قرره القضاء المصري، وما زلنا في انتظار تحقيق العدالة لهذا الشاب المصري علي أبو القاسم.